متربعين نشأوا وتربوا وعاشوا جل حياتهم داخل حدود بلادنا. هذا فضل إلهي، مكسب عظيم. هذا الفضل الإلهي العظيم والشرف الذي من الله به علينا فيما حوته بلادنا من هذه الميزات دون غيرها من النواحي والأقطار لا يمكن نسيانه أو تجاهله، بل يجب الفرح به، هذا الفضل، واحتضانه وإجلاله والفخر بخصوصيتنا به. ثم يجب الخوف من فقدان قيمته في قلوبنا وبذل أقصى الاحتياطات والتدابير للثبات على تقديره وإجلاله في القلوب بتعظيم حدود الله وإعزاز شريعته، ففي ذلك البركة، كل البركة. البركة إنما تصحب الطاعة وتنفر من المعصية، فلا يبارك الله تعالى في أي مجتمع باغ مجترئ على حدود الله، وإنما مآله البؤس والشقاء والمحق. فكيف إذا كان ذلك المجتمع يحوي مقدساته؟ أيها الأحبة، على هذا الأساس والفضل الإلهي العظيم الذي امتازت وما زالت تمتاز به جزيرة العرب عن غيرها من أنحاء العالم، على هذا الأساس قامت الدولة السعودية الأولى، قامت من خلال نصرة الإمام محمد بن سعود لدعوة الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وكذلك قامت الدولة الثانية على أساس ديني، وقامت الدولة السعودية الحالية أيضا ولله الحمد على الأساس الديني ذاته، تماما كما كان منشأ الدولة الأولى. فقضى الله تعالى أن يحفظ جزيرة الإسلام من شر الشرك والبدع ومن زيغ الأهواء والفساد، واستمر الحال هكذا ردحا من الزمان، ولم يخلو من صراعات خفيفة هنا وهناك بين المعروف والمنكر وبين الحق والباطل، كما هي سنة الله تعالى في الصراع بين الحق والباطل، حتى جاء زماننا هذا الذي نحن فيه وتبدل الحال وحصل منعطف خطير، حصل منعطف خطير لعل كل واحد منا يحس به. أطلت فتن مستجدة خطيرة، من أخطرها فتنة الليبرالية الإباحية التغريبية، وهي فتنة كانت حاضرة من قبل، نعم، ولكن ليس بكثافة وقوة حضورها اليوم، وهي فتنة ينادي دعاتها مجتمعنا المحافظ إلى تخليه عن مكسبه الأعظم الالتزام بالدين، وإلى إلغاء فكرة الخصوصية التي تقدم ذكر معالمها من احتواء بلادنا على الحرمين الشريفين وتشرفها باحتوائه على موضع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده ونزول الوحي عليه فيها وجهاده فيها ووفاته فيها، وكونها مركز إشعاع للإسلام لكل دول العالم أجمع، مركز قوي جدا ومهم، وغير ذلك من الميزات التي ذكرت من قبل. فيقولون بعد هذا كله ولو نحن كسائر بلاد العالم ولا نتميز عنهم بشيء، هكذا يقولون، يلغون كل هذه الأشياء، كل هذه الميزات، لا شيء عندهم ولو نحن كبلاد العالم كلها. كيف؟ إليكم مثالا من المقالات العديدة في هذا الخصوص، مقال واحد تحت عنوان وهم الخصوصية، الخصوصية وهم، نحن لسنا متميزين بشيء. كتبت فلانة في جريدة الوطن: لا تزال قضية الخصوصية إحدى القضايا التي تربك الوعي الجمعي بضبابية مفهومها والتباسه، والخوف على الخصوصية وانتهاك قيمها يمثل الورقة الرابحة لكل من يريد التثبت بالماضوية وسدانة الموروث في زمن تتلاطم فيه المتغيرات. ما هو قصدها بالموروث؟ وما المقصود بالماضوية؟
أدعها لكم. ثم تقول: ليس هناك مفر من الانخراط في ركب الحضارة الحديثة، إما كصناع لهذه الحضارة وإما كمستهلكين لمنجزاتها. الحقيقة يا إخوة، أنا لا أدري ما يريده الليبراليون، ما الذي يريده منا هؤلاء وأتباعهم، طبعا من سار على نهجهم. إذا كنا مع احتفاظنا بمكاسبنا الدينية التي يسمونها الموروث أو التقاليد أو العادات، إذا كنا مع احتفاظنا بها واعتزازنا بتلك المكاسب وعدم التفريط فيها، أقول مع احتفاظنا بها واعتزازنا بها وتوقيرنا لمقتضياتها، مع هذا كله نؤيد وسائل التعليم الحديث، وهذا أصلا مما يدعو إليه ديننا، أصلا يدعو إلى التعليم وإلى العلم، وندعم التقدم الصناعي ونشجع الإبداع في مجال الطب والهندسة والتقنية وغيرها من العلوم النافعة، ونؤيد الإفادة من خبرات الأمم كلها في هذه المجالات، ونؤيد استقطاب الكفاءات من شتى أقطار الدنيا حتى يعينوننا في مثل هذه المجالات، ونسعى لأن نرتقي ونتفوق ذاتياً ونكسر الطابع الاستهلاكي الذي نشأت عليه أجيالنا حتى نحقق تنمية ذواتنا بأنفسنا في كل المجالات، دون الحاجة إلى الاستجداء والبقاء تحت رحمة الآخرين. إذا كنا ندعو إلى كل هذا من التقدم والتطور العلمي والطبيعي، وكان الواقع أيضاً يشهد، الواقع يشهد أن المتدينين الذين سماهم الصلاح قادة في العلوم الطبيعية، في الفيزياء، في الطب، في الهندسة، في الإلكترونيات وغيرها من العلوم الطبيعية، بل وأساتذة في كبرى الجامعات، لا بل حصل بعضهم على جوائز عالمية وهم بسيمات الصلاح، عندهم سيمة الصلاح والطيبة، وملتزمون بدينهم ومحافظون على عفة نسائهم وعلى سترهم سترهن. بعد هذا كله، ما الذي يريدها من ما يريدهم منا الليبراليون؟ إذا كانوا يقولون لا يجب أن نتقدم وأن لا نتخلف عن الركب، لا نكون متخلفين، ما الذي يريده منا إذا نحن أصلا قادة في هذا المجال، أو الصالحون قادة في هذا المجال؟ لماذا يلمزوننا بالتخلف إذن؟ ولماذا يلمزون بالتشبث بالموروثات القديمة والعادات البالية العقيمة، عندما يقولون الدنيا تغيرت ويجب أن نركب الحضارة المعاصرة؟ إذا كان هذا هو الواقع، فهم بدون شك يريدون مواكبة للحضارة المعاصرة من نوع آخر، غير العلم الطبيعي والعلم التقني وشيء آخر غير هذا الأمر، يريدون القبول بالقيم الأخلاقية للحضارة المعاصرة، للحضارة الغربية. قد لا يصرحون بأهدافهم البعيدة، لكنهم في نهاية المطاف وشيئا فشيئا يريدون تحرير المرأة بالمفهوم الغربي، يريدون التخلي عن عقيدة الولاء والبراء، يريدون حرية نشر الفكر مطلقا مهما كان، ولو كان كفريا إباحيا، حرية. يريدون إلغاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يخلو الجو لكل مجاهر، يريدون واقعا منفتحا على السفور والاختلاط لا تغشاه الحشمة ولا النقاب ولا شعبية فيه للعلماء، علماء الشريعة والدعاة، كما صرح أحدهم وهو أستاذ جامعي كبير في السن مع الأسف، يقول نحن ما عندنا إلا ثقافة الدعاة، تشوف الدعاة ينتشرون في الأرض، يقول يبشرون بثقافة ميتة ماضوية لا تضيف إلى الفكر شيئا، هذا ما يقوله ويعرض في التلفزيون، يقولها باشمئزاز وكره، عندنا ثقافة الدعاة
بل إن بعضهم يريد في بيئتنا واقعاً تصرخ فيه الموسيقى وتستعر فيه العلاقات المحرمة بين الجنسين وتنتشر فيه المراقص ودور السينما تماماً كحال الدول الأخرى، لأنه لا خصوصية لنا. ولذلك تجد بعضهم يهزأ بكل صلف ويقول الناس وصلوا المريخ وما زال يسأل هذا الشيخ عن حكم الركبة، هل يجوز كشفها ولا لا، هل هي عورة أو لا، ما دخل الوصول إلى القمر والمريخ بسؤال عن كشف الركبة هل هو عورة ولا لا. يعني لو سأل مثلا الصلاة في الصاروخ أو سأل عن الصلاة في الطيارة لقلنا هناك مناسبة، لكن لماذا تسأل عن حكم كشف الركبة؟ إنهم يريدون إباحية، يريدون حرية في التعري حتى. يريدون التخلي عن قيم الحياء التي عرف بها أهل بلادنا من قديم الزمان إلى يومنا هذا، مع أن الحياء مكسب جميل يحسدنا عليه كثيرون، يحسدوننا عليه الحياء، حياء النساء. يحاولون إقناع الناس بأن الأحكام الشرعية الداعية إلى الستر والعفاف وستر العورة ليست من الدين، وإنما هي من العادات والتقاليد، وأن في التخلص من أحكام الشريعة التي تنظم شؤون المرأة المسلمة وتثمن دورها في البيت كأم وربة منزل، والأحكام الشرعية التي تضبط لها ما يحل وما يحرم خارج البيت، وبالذات فيما يتعلق بالحجاب والاختلاط والخلوة والسفور والسفر كذلك، يحاولون إقناع الناس بأن التخلص من هذه الأحكام هي بداية الانطلاق الصحيح والسير في ركب الحضارة. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. يا إخوة، أنا أعذر الغربيين إذا انتهجوا الليبرالية، أنا أعذرهم حقيقة، لأنهم عانوا معاناة شديدة وعاشوا ألوانا من الاضطهاد والقهر والظلم من الكنيسة والأباطرة الإقطاعيين قبل الثورة الأوروبية، ولما لم يكن لديهم دين قويم يرفع عنهم تلك المعاناة كان ملجأهم الوحيد أن لجأوا إلى فلاسفة الثورة، جون لوك وروسو ومونتسكيو وفولتير وبقية المجموعة، أولئك الذين جعلوا الفرد سيدا مطلقا أو حرية يفعل ما يشاء، هو إله نفسه وخالق تصرفاته، ووظيفة القانون أن يضع الحدود التي تحمي الحرية الفردية المطلقة وتكفل له تمتعه بما يريد على قدم المساواة. لئن كنت أعذر أولئك لفقدان البديل، ما عندهم دين قويم، فما عذر بني قومنا في اللحاق بهم؟ ولذلك لا أبالغ إذا قلت إن الليبراليين في بيئتنا إضافة إلى بعدهم عن الدين فيهم مرض نفسي، فيهم مرض نفسي، عقدة نفسية، فيهم مرض فكري. هذه العقدة عقدة نقص، عندهم عقدة نقص ملازمة لهم تضخمت في عقولهم وفي قلوبهم، هذه العقدة جراء انبهارهم بالغرب، انبهروا بالغرب وبفكره وأدبائه فأصبحوا يقدسونه ويعظمونه ويعظمون مثله وقيمه، وفي نفس الوقت يبغضون البيئة المحافظة التي يعيشون فيها. وهذا البغض لهذه البيئة المحافظة لا لأنها تحرمهم من المجاهرة بمتعهم وشهواتهم المحرمة ومغامراتهم الشيطانية فحسب، لا، لأنها كذلك كما صرحوا بالكلام والكتابة تحرجهم أمام الغرب، تحرجهم أمام الغرب، لأن الغرب هو المثال وهو المرجع، منه يتلقون الفكر والأخلاق والأدب فكيف تحرجوننا أمامهم؟
قال أحدهم: لا تمنع النساء من القيادة للسيارات فنصير أضحوكة للعالم المتحرر الذي أصبحت النساء فيه.